نشدها نقطع لها شويه، هي ولاو عندها لي بوانت، مع كانت كتصيف شعرها فاش كانت خدامه تحرق لها راسها تحرق لها راسها تحرق لها شعرها. بسم الله هما غادي نبقاو غادي نتحال هكا الشو بغيت ورقه البسطيله ما تديش على هذا الحنك هذا، راه كله مطلب الحنه. بالنسبه للبنات تبقاو دايرينو حتى تبدا كيف ما شفتو يبدا يتقلع من هنا وكتحسوا به كله نشف وجهكم. صافي هذه هي التقطيع اللي قطعتي ماما، صراحه جات زوينه زوينه واخا مع الكاميرا ما كتبانش مزيان ولكن صراحه جات زوينه. السلام عليكم حبيباتي، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كدايرين مع الصحه؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير على خير. المهم اللي بغات نقطع لها شعرها وتجي مرحبا بها، الصالون عندي مفتوح عكس الصالونات الاخرين مسدودين، انا مفتوح نهار على نهار وليل على ليل. ما شاء الله غادي نقطع لنهيله شعرها، بغات تقطع شعرها نقطع لها شعرها وغندير لها واحد الصباغه زوينه وغنديرو قماج وغنديرو واحد الماسك زوين ديال الجيلاتين حتى هو زوين. عرفتو كنصايب لها في شعرها دابا لقيت الشيبه يا شوهي ما عرفتش هذه الشيب منين جاها. المهم انا غنسرد لها شعرها يا طبيعي اخو ما عنديش اختي. يلا يلا بقى الصالون دابا خي دلنا معاك العباسيه فابور دوزناك ما تبقيش تحكري. دابا انا شكيتك ما دايراش الحمامه كندخلها بالواحد والواحد صاحبي شوف انا شي كمامه. صافي غادي نفزق لها شعرها وغادي نقسم لها شعرها على ربعه باش ما يجينيش الفيديو طويل، انا غنقسم كلشي وعاد نرجع معاكم. غديروا دوك الكرينات ديال الحبه هنا وحبه هنا ديال الكوكيمون غنديروا غنديروا ديال تيليطابيز غنديروا وحده هنا وحده هنا وحده هنا وحده هنا. المهم دابا هي بغات ندير لها نقطع لها عاد ديال الصباغه، ماشي صباغه كيميائيه صباغه طبيعيه، بغات تبدل داك اللون الاكاج اللي كانت دايره غنبدلو بواحد عسل زوين جنة البابونج هو اللي غيخصكم. صافي المهم انا غادي نسرد لها شعرها ونفرق ليها ونرجع معاكم ان شاء الله. حق هاد المشطه البنات راه وياكم تضيعوا فيها الفلوس، 83 درهم واقيله وكتنتو في الشعر وخايبه. المهم حلفه عليا ماشي حلفه عليك. دابا هاد الباندات عندي هاد الباندات خايبين. سمحي لي اختي سمحي لي يا حبيبه رانا غندوزها كفابور ندوز عليه فابور تكرمش عليا اختي خاصني نكون قد قد انا بنت القريت في لوريال. شنو الحق اختي كتكرمش عليا شتي شتي دابا هادي خاصها تكون مع هادي هادشي مشكلة خطيبة واخا من بعد فاش تقطعي غتمشطي لي شحال من بالك شي حاجة طالعة هنا تنقطع منو ميسونسي انا غيتقطع لي لي بوان وصافي. لا لي بوان تكوني هاني راه غيتقطع لا شفتيني ندير لك اشهار شوفي يا البنات المشطه قالت لك هاد المشطه ما كتاخذش ما كتنتفش نتفات لي شعري خصني تلقيني تبعني العجينه خاصني نقرصها شوفي الشده هي هذيك مزيان في البلاصه مزيان ولا الصالون مزونقه هذيك اللي كيديروا كل شيء الصالون المهم الصالون كيدير كل شيء. صافي البنات من بعد ما درت لها واحد ربعه الكرينات بحال ديال المعزه غادي نشد لها هاد الشعر هذا هاد الجوج هادو باش يجيو لي قد قد كتقطعي عرفتي درتها البنات لي هذاك فاش كنت في مراكش وجاتها زوينه بزاف. غادي نشد واش كيبان لكم لالا غنشدها نقطع لها شويه هي ولاو عندها لي بوانت مع كانت كتصيف شعرها فاش كانت خدامه تحرق لها راسها تحرق لها راسها تحرق لها شعرها. بسم الله كيشا لا الا ما يشبنيش عندك درت لها مقياس تاع الحلاقه نيس نعاود نشط و الا بانت لي شي زغبه قصيره و زغبه طويله نعاود نقاد. شفتو انا جبت هاد البنات ناسقه غندير لها واحد المشيطه اخرى باش نقاد لها بها شعرها و حتى القدام غادي نمشي للقدام و غادي نشد دوك الجوج حتى هما و غادي نقص. ما ساعدونيش حتى الباندات خاصهم يكونوا مزيرين، يعني شنو تزيرو تزيرو باش ما تجيش شي طويل و شي قصير. كيفاش كنسامحك اختي؟ ولا اختي انا ما نسامحش راسي خسرت لك شعرك كفو ربي عندي ضامر مستتير صافي راه دابا حيت عندي كان طالع وكان نهابط ما تديوش ما تديش ما تديوش على هذا الشيء وما نعرفش نقص لها القدام حتى هو هي. شحال اختي قطعت لك شويه الله شعري ضامر انت شفت صغيرة كنت شدات شي بقى يبكي يبكي حط نهار قطعت لها شعرها كوافورة تقطع وهي تبكي شفت شعري بحال هكا دابا وليتي انت باغا تقطعي حنا حابسينك ولكن دابا نطولو ان شاء الله طولي شعرك زوين الشعر طويل يا غادي ندير زريع كبصلة شويه شتي صافي يا نديرو زريع كبصلة يا غادي ندير زريع فلفلة صافي
صافي بلاتي راه غنشط لك. دابا غنشدو البنات نمشطو كامل وغادي ندير لها الدواء ومورا الفطور عاد تعوم وعاد تغسلو وتصايبو ونوريكم كيفاش جاها. انا غنرجعو لها كامل الله وهانتوما معايا. تديش على الشطابه، شطبت لك وافوره، شطبت بها الشهر مستعندك. صافي البنات ما قطعت ولا تقريبا هنايا، ولكن دابا ما غتبانش تقطيعها اللي حتى ينشف. الى هكا حتى الدراري الصغار ما قطعت الريحانه شعرها جاها فن، شفت واحد دابا حيت شعرها قصير الريحانه، هذاك الشيء باش ما غاديش ندير لها. هانتوما شفتو كيفاش تجي من اللور. ودابا صبروا لي حتى نديروا الصباغه ان شاء الله ونصيب لها بالصفور. شوفوا على شوفوا على شحال غادي يخرج زوين. اختي هذا الشيء بقى قهرتني، بغيت نحيدها. لا لا خليها اختي نوض لك بزاف. يلا نوض لك شي باش يصير سعادتي. شحال بدا كنحس براسي فرحانه بلي ناكل شيبه شيباتها سيروا سعادتي. ودحني انت نوض. شكرا. صحة وراحة اختي. الله يعطيك الصحة والراحة. ولكن إلا مكحتيش جبانك نقول لك نحيد لك الموستاج. يلا حيدت اختي البارح. تاي نوضة تاي. شكرا لك القديمات. عندي الموستاج تحيديه لي المرة الجاية ولا عصبتي. واخا حبيبة واخا. هو يجيب لي الكليان. ولكن إيتشي اللي عجبتني التقطيع. غتعجبك أكيد أنا متأكدة. الله يرحم الوالدين. هانتوما الزغابة البنات. شو الزغابة؟ ما قطعتش لها بزاف ها. شوية. المهم دير لها بحال باروك. ان شاء الله مني حلوا الصالونات بعدا دي بانيناها وصافي. عشتي وجهك زوين من القدام. يلا غنمشي نقرص عجينتي، نغسل يدي ونقرص البطبوط ديالي باش نقادو حتورنا. وان شاء الله ما نديرش معكم الماكله حيت طلعت لكم في راسكم كنظن. ايوا صافي ونتلاقى ان شاء الله. ما بغيتش ندير هاد الروتين فيه الماكله، بغيت نخلي غير هكا زعما العنايه وداك الشيء وصافي. زوينه غتعجبكم ان شاء الله. يلا خليكم معايا. بالنسبه للبنات الحنه اللي غندير لها شعرها اولا اللون الطبيعي اللي غنديرو غتكون فيه الحنه وغيكون فيه الخرقوم عظم. هنا 10 هنا 10 المعالق على حساب شعرها، واللي عنده شعره قصير يدير قل. هنا 3 المعالق هنا وهنا. شنو هذاك؟ هذا زر هذا سميتو هذاك العظم داك الرمان. هذا قشور الرمان البنات تقريبا 2 معالق هنا كبار. وهنا واحد المعلقه كبيره حتى لجوج ديال نسكافيه. انا ما بقاتش عندي نسكافيه، هذا غير ديك الكريمه. ممكن تمنى تعطيني اللون، لقيت الحوان تسدو ونسيت ما خديتهاش. من الاحسن نديرو نسكافي. من الاحسن هي نسكافي كتعطي لون زوين. وهذه دانون طبيعي، ياغورت طبيعي على قبل بحال ماسك للشعر، هو تيحمي الشعر. وهنا كنطبخ ها نتوما البنات كنطبخ البابونج. المهم البابونج حنا ما تيخطرناش لانه كيعطي واحد اللون زوين للشعر. كنطبخ البابونج غادي نصفيه وهو اللي غادي نديرو به ان شاء الله، نخلطو به هاد العناصر كلها. هنا واحد الكوماج ديال هذا فيه القهوه. هذا القماش تاع شنو هيلا؟ هذا القماش ديال الوجه كتقومي كتقوم. هذا القماش ديال الوجه كنديروه لوجهنا كتقومي به وجهك، فيه العسل وفيه القهوه وفيه زيت الكوكو جوز الهند. من الاحسن يكون عسل حار زوين. هذا دا غادي نديرو دابا انا، المهم حنا راه هاد الايامات مع الحجر الصحي حنا كنطلعو لوجهنا. غادي نديرو دابا ونحيدو، غادي نديرو هذاك الماسك ديال لي بوان نوار تا هو زوين. غنديرو حتى لمصطفى لانه ولا عنده لي بوان نوار في وجهه كيحيد كلشي. ملي كتهزي كيتهز معاها كلشي. يلا خليكم معايا نخلط هادشي. جبنا اختي شي ليكا قوم حني قبل الوقت. هنا غادي ندير ديك الحنه وهنا القهوه والقشور ديال الرمان والخرقوم. كيكه العيد هادي كيكه بنكهه جديده. وغادي ناخذ واحد المعلقه باش نهبط بها هاد الدانون نحطو غير مع الموس. غادي نصفي البابونج دابا ما يكونش الخليط هكا جاري باش ما يبقاش دايز لها مع ودنيها وداك الشيء. نخلط ونشوف. وانا غندير لها شعرها دابا ونمشي نرد العشاء. اختو جاني الصهد بحال الشرجم وخايفه كيدخل لي سراق الزيت من الشرجم داك الكبير اللي كيطير غيقهرني في هذا الصيف. ايوا صافي ها نخلط مزيان. عرفتوا واحد الريحه طالعه من الماء بيناتها. شكون اللي بقات فيها البنات اليوم؟ هذيك البنيه اللي ماتت نبيله كتعجبني، كتجيني ظريفه ومسالمه وحنينه. كتعجبني حيت كتجيني حنينه بزاف، هي حنينه على خواتاتها كاملين. بقات فيا مني ماتت والله قلت لي مخسر المسلسل. ما درت والو اليوم البنات اللي 27 ما درنا والو. طبيعه الحال صلينا التراويح جماعات القران قرينا اللي قسم الله. نط ندير العشاء ونرجعو نبقاو نصليو ان شاء الله حتى الصباح. تريحانه كتصلي في دار الزيف، توضات دار الزيف وكتسولني مسكينه قالت لي شحال نبقى نصلي انا، بغات تبقى هي تصلي ومبغاتش تحبس. صافي شتو غنخلي تيبرد شويه على حساب يدي باش ما يحرقنيش ونديرو لها شعرها. هي الصراحه كانت باغا دير الوصفه البارح، انا ما كنتش مساليه كنت كنصايب شويه الحلوى، ما كنتش مساليه ما كنتش كاع باغا ديرها اليوم. صافي خليكم معايا البنات.
غادي ناخذ البنات واحد المعلقه كبيره ديال الجيلاتين. شنو درت الليكات باش ندير الحنه ساعه باقا سخونه على راسها، نديرو هاد راه زوين الحقيقه دارت عليا عجبني. معلقه كبيره مع معلقه كبيره ديال الحليب، وغادي نردو فوق البوطه ماشي بزاف حتى التوابل تقريبا على ما يسخن يدفى شي كاسرونه تكون هكا ديال كديروا فيها بحال هكا تخليوها غير لهادشي ديال هاد الكاسرون مثلا خلينا حنا غير هادشي ديال التكرفيز ديال هكا بغينا نديروا شي حاجه حيت حرقات عليا. شوفوا هانتوما باش غيحي لنا الحراق. صافي غادي نردها فوق البوطه ونرجع معكم الدكتوره خديجه. ها هو الجيلاتين البنات ديالنا اللي كنحيدو به لي بوانوار. المهم انا البارح راني درت الكوماج لوجهي باش خليته يرتاح. صافي غادي ندير دابا غادي نمسح وجهي بالمدافي وغادي نديرو ليه. صافي هو راه ماشي بقى تتباخ ولا راه يدفى وحيدناه. صافي البنات بديت كنهز لها شويه من هكا هكا شويه شويه باش ندوز شعرها كامل. صافي غادي نبقى بحال غنشق بالحنه كما كنطلو الحنه. ها نتوما البنات راه غير حنه ما فيهاش حس ديكاباج. حيت واحد النهار درتها لها وشد جا اللون زوين وقالت لي واحد البنت درته ما شدش ليا، قلت لي كتكذبي راه درتي ديكاباج ديال غير الحنه داكشي اللي وريتكم غير هو باش يشد ليكم راه على الاقل داوموه واحد المره في السيمانه مده شهر صافي كتولي عندكم واحد اللوين زوين ومنها كداوموا شعركم نيت كيولي واحد اللوين زوين ومن بعد كتبقاو ديروا ديك المره في 15 يوم بحال اللي كان عندي هذاك الاكاجو كانت كديرو مره في السيمانه مني شد ليها وليت كنولي مره في 15 يوم وشاد ليها والله الا كان عنده واحد اللوين علم زوينه دابا غير طلع لها في راسها خلات واحد شويه يرتاح دابا سنرجع دارت لون اخر. يلا بس انا غادي نكمل ونرجع معكم ان شاء الله باش توريكم داك الماسك غتحيدو دابا ديال الجيلاتين ندير ماسك اخر وندير واحد الماسك اخر. المهم اليوم غنهار الماسكات ما كاين لا وصفات لا والو لا استسمح على بشاعه المنظر واخا ما تعرفونيش انا حتى راسي ما حبيتش العيالات شارفين ما غتعرفوهاش من بعد تلاقاو معاها الله ما حاول راسي. المهم انا درت هذا الماسك سمحوا لي على بشاعه المنظر واخا مش حاجه ديما بنت ليكم وبنت وبنت حالتي حتى شويه نتسيف عليكم بلاتي ولا ما ضحكي غتكمشي وغتشري فيها الصقعه. المهم ها هو انا درتو في عمقي باش نبدا نقلع من هنا غادي نبداو نديرو كيف حال هكا عطيتو واحد شويه الا كان عندكم شويه الشعر اي هادشي زقين لا 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 الورقه ديال البسطيله سهله ويلي كنبان عادي جدا الواحد هو اللي يبان زوين ومرة يبان خايب اش فيها مكاينش مشكل. المهم غادي نبقاو غادي نتحال هكا شو وغير ورقه البسطيله ما تديش على هاد الحنك هذا راه كله مطلي بالحنه. بالنسبه للبنات تبقاو دايرينو حتى تبدا كيف ما شفتو يبدا يتقلع من هنا وكتحسوا به كله نشف في وجهكم. ها هو دابا النيف غنجيب بلاصة النيف غتشدو من الجناب وطلع ها ساليت هاي الورقة شتو كيف تجي كتجي شفاف سمحوا لنا راه تقبات لينا هانتوما شتو هانتوما وجهي ها كيخرج نقول على كيبان زوين. صافي غادي نبقاو غادي في حركة حتى مزيانة حتى نرجع ليكم شدي الماسك خويا يلاه بقاو معانا. صافي البنات حنا دابا جينا الوصفة الأخرى فيها الخيار. عندكم خيارة خديت هنا جوج معالق ديال النيدو حليب بودرة وعندي هنا جوج معالق ديال النشا. صافي غادي نحكها وغادي نعصرها هيك ونعصرها ناخد الماء ديال الخيارة ناخد غير الماء ديال الخيارة. صافي وديك الساعه راه نصور معاكم لي تاب الاخر ان شاء الله. اول البنات كيفاش درت لي من بعد ما حكيتو درتو في الصفايه وصفيتو بحال هكا. غادي نزيد عليه دابا النيدو ونشا صافي وغادي نبقى نحرك في البوطه حتى يتقال. صافي وخليوه يبرد وديروه في شي بواطه وبقاو كل ليله جبدوه. هاد الوصفه هادي غادي يعرفها البنات اللي كيدخلوا الفيس بزاف راه مليوحه دابا بزاف غير هما كيديروا فيها غير نشا وانا نقول الفشه وانا نقول الله تنزلها معاكم هي اللي كنت كندير بشحال ديالها بصح زوينه غير جربوها. بالنسبه للبنات اللي باقي ما جربوهاش فنا والخيار كنت كندير قبل كنت كندير هكا الماء ديالو وكنكبو في هذوك المكعبات اللي كانوا ديال الثلج مكعب ديال الثلج وكنديرو في الثلاجه فاش كندير شي وصفه ولا شي حاجه
كندوزو على وجهي صافي وبقاو معايا عاوتاني صافي البنات. ها هو دار بحال هكا شو عرفتو كيما ليك هاو صافي. غادي نخليه حتى يبرد وغادي نديرو فوجي وغادي نردو الثلاجه. بغيتو تزيدو عليه دانون مسو زيدو عليه دانون مسو على حسب. بغيتو تزيدو فيه عسيله زيدو فيه عسيله اللي بغيتو. انا نقدر نزيد فيه هادشي على حسب. صافي غادي نديرو فوجي وغادي نديرو في الثلاجه وكل ليله جبديه شديه فايطه خشيها في المدافي حطها على وجهك باش يتحلو لك المسامات ويتنقى لك حتى وجهك. ديريها ومن بعد خدي مكعب ديال الثلج وديري فيه كاع الماء ديال هذاك الخيار الماء ديال الخيار ودوزي على وجهك باش يتسدوا المسامات صافي. صافي دابا غادي نديرو فوجي غادي نخليه وغادي نمشي نغسل شعري باش نوريكم النتيجه. صافي البنات انا دوزت وسريت وغسلت شعري دابا الليل ما غاديش يبان لكم اللون مزيان. صافي هذه هي التقطيعه اللي قطعت لي ماما. صراحه جات زوينه زوينه واخا مع الكاميرا ما كتبانش مزيان ولكن صراحه جات زوينه عجبني بزاف. وصافي نتمنى الوصفات اللي كنت خليت لكم تجربوهم راه زوينين وانا ما دايره دابا لوجهي والو من غير الوصفات الطبيعيه اللي خدمت بيهم. صافي هادشي اللي كاين. نتمنى هادشي اللي خدمت معكم ان شاء الله تجربوه ويعجبكم. خليت لكم راحه وتصبحوا على خير. سلامه.